لسه مكملين مع النجم الكبير مجدي طلبة. كابتن مجدي، لو كنت في يعني في الاهلي، او لو ما كنتش رحت الاهلي، كان ده هيبقى رايك؟ يعني انت بتقول الكلام ده علشان انت لعبت للنادي الاهلي؟ لا والله، ده طلع عصام بهيج عنده بعد نظر يا كابتن. والله العظيم ابدا، والله كمان مره ابدا. صدق عصام بهيج ده يتعمل له تمثال. انا يعني بص هقول لك على حاجه. اتفضل. انا ما يهمنيش ابدا اي حد يقول لي إيه على على وجهه نظري عجباه ولا مش عجباه. انا بقول لك اللي انا مؤمن بيه واللي انا شايفه. متاكد ده مش وانا مش عايزك تقول غير اللي انت مقتنع بيه، وانت طول عمرك كده. دي قناعاتي وهو ده اللي انا شايفه. هو بقى شايفه غلط، ده انا معاه وبتفق معاه زي ما هو عايز براحته. انما انا عندي وجهه نظر في اللي انا شايفه، لانه لو احنا قلنا ان اصل قيس الكلام ده، سيبك من الكوره بقى، قيس الكلام ده في اي حاجه تانية، في اي شغل، في اي بيزنس، شركه تانية بتنافسك وعماله تتطور وتكبر، هتيجي تقعد كل شويه تقول اصل العمولات، اصل اللي بيوصل مصره، اصل اللي بيدخلوا شمال، اصل اللي بيمشوا شمال. طب وانت هتنك قاعد كده، هو ده بس اللي هيخليها تتطور؟ لا طبعا. لا طبعا. حتى لو فرضنا جدلا ان ده حصل مره ولا مرتين، ان لا يمكن يكون الفرق جاب كبير كده. انت فاهم قصدي؟ هي دي بس. وانا في نفس الوقت يعني الزمالك مش مضطهد. لا انا مش شايف انه مضطهد اصلا. نادي الزمالك كبير جدا، يضطهد ليه؟ نادي الزمالك كبير وجماهيره كتيره جدا وكبيره جدا، هيضطهد ليه؟ يعني نادي بالحجم ده وعنده المشجعين بتوعه مسؤولين وجماهير عاديه ولاعيبه كوره قدام وفنانين ورياضيين ورجال سياسه وكل حاجه، عنده كل حاجه، عنده كل حاجه. نادي الزمالك جماهير الزمالك تتساوى مع جماهير الاهلي في ايه؟ في الشعبيه؟ لا، جماهير الاهلي اكتر طبعا. ما ازاي يبقى الجاب ده كده وازاي تتساوى في الشعبيه برضو؟ ما في اجيال لما بتطلع بتطلع تحب تشوف اللي بيكسب. ايوه بس في اجيال الزمالك ما كانش بيكسب، وبنشوفها في المدرجات اجيال يعني ولاد صغيرين وما شافوش الزمالك بيكسب، ولا تزال شعبيه الزمالك هتلاقي بابا مستمره. ايوه لانه زملكاوي بيخلف زملكاوي. انما لما بيخلف له ثلاثة أربعة مفروض لو الزمالك بيكسب على طول يطلعوا زملكاوية. إنما علشان الدروبات اللي بتحصل فاتنين يطلعوا زملكاوية واتنين يفلتوا يبقوا أهلاوية. فعشان كده الزملكاوية بيخلفوا مثلا ولدين بس أو بنت. برضه هيطلع فيهم حد أهلاوي. هتلاقي حد يفلت. هتلاقي واحد فيهم فلت. يعني بنسبة قد إيه الشعبية من وجهة نظر حضرتك؟ الأهلي مع الزمالك. لا الفرق كبير شوية. ايوه قد ايه بنسبة كبير بقى وخلاص. انا عارف وانا عديتهم. لا تقريبا من وجهة نظر حضرتك يعني تقريبا 65 35 70 30 70 30 اه ممكن. يعني كامل احترامي للنادي الاسماعيلي، انت كده بتتكلم على النسبة ما بين الاهلي والاسماعيلي يا كابتن مجدي، مش الاهلي والزمالك. لا 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 خالص. اصل 30% في 120 مليون، بنتكلم في فوق ال 40 مليون. ده رقم برضه. انت بتقول لي 40 مليون. ايوه بس انت كده 40 مليون دول هتلاقيهم شعبيه نادي الزمالك. 40 مليون شعبيه نادي الزمالك في الخليج والدول العربيه اكتر من النادي الاهلي. فعلا. دي حقيقه. بعدين الواحد لمسها يعني شفتها فعلا. شفتها. ازاي بقى؟ طب قول لي بقى مين اللي بنقابلهم؟ مين اصل انا مش بعدهم. ايوه ماشي. يعني احنا بنخرج. انا لمستها زي حضرتك. احنا كلاعيبه كوره او ناس بنزور الامارات، الكويت، السعوديه وبنقعد مع الناس هناك او بنشتغل بالزبط. وبنقعد مع المواطنين هناك. القعده لما يكون فيها 7 8 بتلاقي فيهم 4 5 زملكاويه واثنين اهلاوي. يعني عادي. النسبه يعني مغايره في الخليج. عادي جدا. ايه المشكله؟ الشعبيه الاكبر للزمالك في الخليج. ده بقى لموروثات تاريخيه. حسن شحاته اكثر ناس لعبوا وراحوا لعبوا في الخليج زملكاويه واشتغلوا في التدريب، كانوا زملكاويه في البدايات بالظبط، عملوا ارضيه. هو الناس ما تعرفش ان الدكتور كمال درويش هو اللي عمل او يعني كان
هو اللي بنى فكرة كرة اليد في السعودية.